زارو تر تشكرح العائله نهايه المرابط المناسبات مناسبه تسكوس لي سيرزن لوفيرتور تيغمي بيرغاوس كارتيني حتي غمي مقر فعلا ارسنت تحسس قاتي غمي مقر د المناسبه نوس قاس الجديد 1972 ارسنتيني سقا سمينو تيسكش مربي في لا تنحكو لي مسلم لهنا الصحه درحت البال فلاح يلا ربي الوباء ان شاء الله بكل ان شاء الله بحول اصد نحتفل سوس بقات الجديد زون دغيك لي بدات سكركي قات سكاس ديال يناير تقول لا تسنت كل وقت تقلب انت لي صغر مينكيس غير كذا نحتفل غصاد بيغ بيغاوس عرفت نشكر بزاف سكاس كل ميتنا اللي قالت لك سنس فيك سنا فدي سين جحوم السياد زول خديجة أروح هل يجي الدرغة صدى الفدى داشكي غدا وصغم مسنت فوق لأي ديزل دا فوق لأي تحيي البير برحاوس مسنت من داني خفن وصغة مزيغة سيني فدن تزاتي ماد سامرا وسيني غدا 1972 تأتمل دياد لي قنيت من دالي سيقان غصاد تنبطن غدا تأسيست أستيت تأسيستيت أشكو الدار نزرانا هو غصاد أمزروين غدا ما قيتن دكو ما يزدين دماس نتمازيرتن غيقان دا أي الكميان وسوير اللي قيس رجعني إمزداغ نتمازير تنغولا حتى ميد اللي تزدرينا تزيز تشكين تفوق ليا تقايا تفوق لا بهري فوركين غاتي لين توقت نسفة الكيت اللي سبيان القيم انت مغربي التحقيقي تيامي مازيغن اللي غايتي لي التضامون رقستي لي تويزي رقستي لي وفوركي رقستي لي ود وسفوق لون غد الفرح الطقوس الجماعية ممكن اللي يكونوا نسن القيامي مازيغن انه حتى الفرح عرفت درون الكرات غاصة توجان بير بير هاوس درام توجان مرابط انه ترزمي في الوان نتقميادي ميد نفاد درون فوركية درون تو مرتاد درون تيرمت درون تيسنت غيك لي ست سنين مازيغن دونك غران ساو الفيز رفان تيني غاصة دي غازرف غاستيتي ان شاء الله الحكومة عند حسن الظن اشكو توصل درس وزعما ونزدرا سون تمس الاعذار اشكو تنزرا انه برامج الحكومية اللي لانين ولا حتى المجموعة الوعود اللي سيني كانين غير الحملات الانتخابية خاصة غاصة تنزرا على ارض الواقع غادي كا امتحان يزور غاصة كاسة يفشل وريد تحقق ولكن انا نسيتي ان شاء الله غير تسلك قدام ديالي نرا كليت مازيرت نغفولكي نرا ياس كي كان نتغاوسي من القدام القدام تميزاريا ضني دارتيني غنه بداتيني غير كلساتيني غدا يمانا نوتا مازيرت ورجوت كي ورقه خاسيره تمازيرت نغ قدمت كي طريق اللي سربح انت مازيرت نغ دبلوماسيا سياسيا ثقافيا اجتماعيا واقتصاديا دونك ارسيتي ان شاء الله هي الاجماع في الخير ديك هي المطلب مجتمعي وطني ادوري كي هي التغوصه اللي تاسيني ميد غير كمزايده ولا ستاتيسيني غير كتوريق تلوس الناس تحت الجان لوقت الناس تحت الجان رب العالمين الا ديدون عبد ربي محمد مرابيط صاحب المشروع السياحي والصناعه التقليديه تيكمي إمازيغن بربر هاوس غسادة أولا نكون تشكار اللي حتوش كما الدين حتشارك ميال الاحتفال اللي قيس لان تسنات الحوايج تلاقيس بأنه أرن تحية الذكرى الرابعة اللي تواجد المركبة إقليم شتوكا أيت بها أولا تلي الذكرى الثانية لأن حتى الذكرى اللي افتتاح ورد أنا حقيس الله الاعتباطية نختار أس أمازيغ أس اللي كان السنة اللي نحن نكون الأمازيغ اللي دارت العلاقة حميمية نكون دوكال وكان نختار غسادة نحتفل بشيئين في نفس واحد نختار الفرصة ياد بما ان ايقاء البيت الامازيغي ونردح تفوت الفرصة لمجموعة من المفكرين ومجموعة من الاساتذة ومجموعة من الاعلاميين الذين يقدمون خدمات جليلة للثقافة الامازيغية وللاعلام الامازيغي وللتراث الامازيغي ولفن
الامازيغ لها سواء فن الرويس او فن احوش. اختارنا وليس بالاعتباط قيدوم الاعلاميين لكل تسلم اللي حنت دارس مجموعه من المسائل اللي استطعنا حفظ تراثنا الامازيغي خاصه فن الرويس وفن احواج وفن اسمقان. التيغان الاستاذ محمد والكاش وما ادراك ما محمد والكاش. ثم نختار يا العنصر النسوي يا البرلمانيه يا الاعلاميه اللي كان اول امازيغ خاصه غلاد قبه البرلمان اعلاميه شاعره نراس نكرم نيابه عن تكريم مجموعه من النساء الامازيغيات. ثم نختار كابن اقليم شتوكا ايتباها اللي سيس نتفتخر بزاف التيغان الدكتور العيود. نغتنم داح كيس الفرصه بانه يومز الدكتوره نس حماس السنايا. اذا الحمد لله نستطع ان ماغ لان السبب النزول ديما اللي نتنيح بان البيت الامازيغي سبب النزول انه يشكد المسقط الراسنا يشكد الاقليم اللي دار فلاح لا يطلع غير يقوتن بان نحيي التراث. تخير مثال على ذلك لان الرواق المتحف نختار كيسيان الرواق نسمى ياس الرواق الرئيس احمد اوماس. الرئيس احمد اوماس سيقا حتى نتاح اقليم شتوكا ايتبا يقايا الامتداد من مجموعه من المدارس بل تلميذ المدارس الفن تروسا هو شتوكا اللي سنتفتخر الاغلب ينسى كل شيء موت نطي نحمر به الرئيس سعيد شتوك يقول لنا جانتي الرئيس الحسن اوبيه. اذا ادور نج اركازات ديال المدرسه قائمه بذاتها اللي سوري لان يخصها ولو بطريقه رمزيه هذا سنسكر الاحتفالات التكريم. كما لا تفوتني الفرصه بانه بصفتي امازيغي وطني مغربي حر حتى النخاع وشعارنا الخالد دائما هو الله الوطن الملك ان عاود انطلب المسؤولين بناء احسكرني العيد الامازيغيه بما ان امير المؤمنين حفظه الله مولاي محمد السادس نصره الله الخطاب الاجدير ايقا حاسم خطاب الاجدير يفا مجموعه من الحقوق يفا يعترف سماس اللغه الامازيغ الرسميه. اذا ما المانع اتساءل ما المانع ادا حرف نيوس ايك زول فيري ايك العيد وطني غيك ليس كل تحتفل الاعياد لان يحيل الاحتفالات رد كيس نحيوات الذاكره مجموعه من الامازيغ الجدود نحكى المقاومين وراح يقى جميل نورت الوطنيه ابا عن جد ولكن يخصى السياسيين يخصى السلطات المحليه يخصى اللي ولي دار القرار عاد تفكر مزيان لان تلكم الوقت اصور تضيع الوقت اصور تضيع الاغلبيه الدول شمال افريقيا تحتفل نوصا من العار ومن المؤسف بان نكون كمغاربه غير سباقين ديما في الخير يخصى اي لي انصر الرماط خاصه فنحل وعود قبل وعود لا الانتخابيه بان جميع الاحزاب ارتنين الدفع انفسها ونتساءل ونتاسف كثيرا كتنرى لي من السنايات المساله الاحتفال مره اخرى اركن تشكر كاعلاميين اللي دارت لها الغيره ديما على اقليم شتوكا اتباها وعلى سوس مسا اللي تتقن مجموعه من الاحتفالات خاصه المركب اللي اتمنى ديما الهدف النح بانه قيمه مضافه اقليم شتوكا اتباها خاصه ولسوس مسا عامه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.